مساءكم خير، مساءكم جميل، مساءكم بهجة، مساء الفل وكل حاجة حلوة عليكم. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سحر الهوانم. حلقتنا النهاردة ستات وبنات أكتر. مين بنت أو ست ما بيهمهاش الفاشون؟ ما بتحبش الفاشون؟ طب هلبس إيه؟ طب إيه اللي يليق عليا؟ إيه الألوان؟ يعني من الآخر كده، مين فينا ما عندهاش حلم الفاشونيستا زي ما بيقولوا. إحنا النهاردة بقى معانا ملكة التصميمات، حد شاطر جدا وبدأ يعني يمكن مش من فترة طويلة، بس في نفس الوقت قدر يحقق نفسه ويثبت نفسه ويحقق يعني إيه المعادلة الصعبة زي ما بيقولوا ما بين الأسعار والماتيريال. طبعا هنعرفها، بس قبل ما أبدأ لازم توأمي اللي معايا على طول. هاجر، إزيك يا هاجر؟ إزيك يا نور؟ الحمد لله. عاملة إيه حبيبتي؟ تمام. زي ما نور قالت ان حلقتنا النهارده هتهم كل السيدات وهتهم كل البنات، والبنات اكتر. انا عارفه البنات بتهتم اكتر بالالوان، بتهتم اكتر باللبس، بالشياكه، بالاناقه. طبعا اغلبيتنا بيبقى مش عارف يلبس ايه، بيبقى مش عارف ايه اللي ممكن يليق عليه. لو مثلا انا طويله شويه او انا قصيره شويه البس ايه، لو انا مليانه شويه البس ايه، لو انا رفيعه شويه البس ايه علشان يعملي فوليوم كده وابان ان انا مليانه شويه. اكتر حد ممكن يكلمنا عن الموضوع ده هو مصممه الازياء سمر خالد. اهلا بيكي. نورانا يا سمر النهارده. ربنا يخليكي. امورك ايه؟ تمام. طبعا في الاول انا عايزه اشكرك اصلا على الحاجات الجميله على دي. على ايه بس؟ يعني احنا ايه قلنا لا، لازم النهارده نبقى لابسين من تصميماتك انت عشان برضو الناس تبقى شايفاها لايف على الهوا. تمام. فطبعا انا عايزه اشكرك جدا، الحاجات جميله ما شاء الله. بس الاول عايزه اقول يعني عايزاكي تقولي لي انت اصلا بداتي ازاي؟ يعني ايه اللي خلى في دماغك تيجي الفكره ان انت تتجهي لموضوع الازياء والملابس؟ هي هوايه اكتر يعني. اصلا انا من فتره طويله جدا، من وانا صغيره اصلا كنت بحب الرسم والالوانات والكلام ده. اي حاجه فيها ان انا اشتغل يعني حركه. فابتدى الموضوع يجي معايا في اللبس كمان. لما اشوف حاجه تشدني وكده لازم ابقى عايزه اعملها. ولقيت بقى انه الاسعار بره وفي البراندات كلها عاليه جدا. فقلت طب ما انا ممكن اعمل حاجات ديت، انا اللي اعملها واصممها وبتكاليف اقل وماتيريال برضو كويسه جدا. فابتدى بقى الموضوع من هنا يعني. تمام. الحاجه اللي انا مستغربه لها يا سمر ان انت ما شاء الله من غير ما بتشوفي يعني من غير ما بتقيسي المقاسات، انت اول ما شفتينا كده عرفتي خلاص ده هيليق عليك يا هاجر، ده هيليق عليك يا نور. بتيجي بالتعود. عرفتي منين؟ عرفتي منين مثلا ان مقاس هاجر هيليق عليه الكارد ده او مقاس نور هيليق عليه ده، وفعلا يعني الحاجه مظبوطه بالظبط بالمقاسات وتقفلها تحفه ما شاء الله؟ بصي، هي دي بتيجي بالتعود يعني. انا اصلا بقالي في المجال حوالي 4 سنين. تمام. فبتيجي بقى بان انا بنزل اصلا على الجروب دايما كل مثلا كام اسبوع كوليكشن. فخلاص ابتديت احفظ من كتر ما طبعا شغاله في المجال، ابتديت احفظ الجسم ده يليق عليه ايه والالوان تليق ازاي والكلام ده. فمع الوقت يعني هي دي بتيجي بالوقت شويه. ما شاء الله عليك. بس فبتيجي يعني بالخبره اكتر، الممارسه في الموضوع ده بيعمل كده. بس طيب طبعا احنا في الصيف، بدأنا الصيف والجو الجميل الحر ده. طبعا الصيف معروف ان هي دايما الوانه مبهجه شويه والالوان الفواتح، فانا عايزاكي تقولي لي ايه الالوان اكتر اللي نازله موضه السنه دي في الصيف؟ بصي، هو انا في دي مش عندي لون معين، كل الالوان. انا بطبيعتي اصلا بحب الالوانات جدا. فانا شايفه ان اي لون بيليق مع اي جسم، مفيش حاجه اسمها مش عارفه المليان يلبس غوامق والرفيع يلبس فواتح والكلام ده. لا، انا مش ماشيه بكده. انا شايفه انه الحاجه اللي تليق على جسمي يعني. الحاجه والالوان اللي تليق على جسمي. وبعدين الصيف عموما بيحب جدا جميع الالوان، مفيش حاجه اسمها لون معين امشي عليه. يعني مش بحب اضيق المساحه بتاعتي ان انا اكون في حاجه معينه يعني، او لون معين هو طالع السنه دي خلاص انا امشي عليه. لا لا لا، مش بحب كده. انا اوقات بيبقى الالوانات كلها مثلا يعني، هو السنه دي انا عارفه انه تايجر طبعا. ناس كتير بتقول عليه، بس انا مش حاطه نفسي في الخانه دي يعني. انا بحب الالوانات فبعمل عليه. ده حلو انك بتخلي شكل التصميم. احنا معانا صور، معانا صور الحاجات اهي برضو. معانا صور الحاجات انت عاملاها. انا كنت لابسه زي ده في عيد ميلادي اصلا. ما شاء الله. وده يعتبر كارد وايديه عامله زي المروحه. تمام. وده كارد برضو قصير، هو اصلا الباي طالع موضه جدا السنه دي. تمام. ف ده تايجر اهو، بس انت دامجه التايجر يعني حاجه بسيطه، بس ما يبقاش كله مش مدخلانه كله يبقى تايجر يعني، حاجة علشان تكسر اللون بس. بالظبط. تمام. بس انا اكتر بقى بميل للحاجات اللي هي فيها شغل عربي زي اللي انت لابساه، سيناوي او شغل العربي. دايما بيبقى شيك قوي. ايه اكتريه الحاجات عندي كده. انا مشهوره بيها اصلا يعني. ايوه، لسه كنت بقول لها انا حابه، شايفه لمسات سيناوي في الشغل بتاعك جامد جدا يعني. بتدي شياكه قوي.
طيب ايه بقى يعني، احنا هاجر كانت بتقول يعني ايه، البنات بتبقى دايما عايزه تعرف ايه اللي ممكن يليق عليا او على جسمي. دلوقتي انا لو مثلا واحده مليانه شويه، ايه تمام. الحاجات اكتر اللي انا اركز فيها؟ يعني في ساعات بتبقى في تفاصيل صغيره كده ممكن هي اللي تطلع في الاخر شكل الطقم حلو. بصي، هو دايما اللي هم الناس الكيرفي عشان بيزعلوا من كلمة مليان كيرفي، انا مليان كيرفي، حلوه. فالفكرة كلها ان هو يلبسوا الحاجات، هو المقلم شوية هدي الموضة بتاعته، ما بقتش زي الاول، بس هي رجعت تاني يعتبر. يعني المقلم اللي هو الحاجات اللي بالطول طبعا، مقلم طول مش عرض، لا عرض طول ده طبعا ممكن العرض يدمر بيبقى الدنيا. صعب. الحاجات اللي هي طبعا لو مناسب تلبس كعب بيفرد بيدي بيفرد شوية، طول مع وهي مع ان هي طبعا كيرفي وبتاع، بيدي طول اكتر، فبيخلي الموضوع بيبقى فيه رفع اكتر. تمام، الحاجات بقى اللي هي طبعا غوامق والكلام ده، لا انا مش مقتنعه بيه. مش هي شرط. او عادي ممكن تلبس فواتح، مفيش اي مشكله عادي. طيب انت اديتيهم بشرة كمان، يعني المليان مش هيتحدد بألوان معينة، انت لا لا كنت لا، لسه بتقولي ممكن يلبسوا اي لون من الالوان. ممكن اي لون، وممكن اصلا تحدد جسمها زي اللي هي بحزام لابساها او نور بأي كده، حاجة، اللي هي تكون حاجه جايه كده وبعد كده نازله مثلا على، يعني منفوش بسيط جدا، يعني انت بس عايزة طبعا تقولي يتبعدوا شكل عن البليسيه التصميم. يعني. عايزة تقولي شكل التصميم بالظبط. هو اللي بيفرق بيفرق. اكتر من اللون، يعني اللون ملوش علاقة. بس البليسيه طالع موضه، فلا ما لهمش في بلاش. بينفش جدا، فما ينفعش المنقوش معاهم. لا او برضو المنقوش مشجرات مش عايز. برضو هو لا. عايز شويه للرفيعين لانه بيدي فوليوم شويه للرفيع اكتر يعني. تمام. طب قولي لنا بقى، يعني انا لو دلوقتي لو انا رفيعة تمام وبحب البس الفساتين، يعني تمام ممكن يليق عليا اشكال ايه؟ يعني ممكن البس ايه؟ بصي، دايما الفستان لازم يكون معاه حزام كده علشان يدي رسمة للبنت كده، ويكون من تحت منفوش اكتر، يعني اكتر من الكيرف. يعني البنت الكيرف ما تلبسش حاجة من تحت منفوشة. بالنسبة تمام، للرفيع لا، تلبس حاجة بحزام بس تكون نازلة على، نازلة على تدي بقى واسع. فوليوم جامد. شوية. وبرضو البنطلونات اللي هي الشالستون برضو تمام، تبقى تحفة يعني. انت كنت بتكلميني على الجيب اللي هي بكسر، كنت بتقولي لو حد ارفع ممكن يلبس اللي هي الجيب اللي طالعة موضة السنة دي اللي بالظبط، هي هي طالعة جيب بألوانتها. بكسر. تنفع جدا مع رفيعين. تمام. وطبعا من فوق بقى هي بتظبط ان هي تبقى لابسة عليها حزام وبلوز هادية كده، لانه طبعا هي هتبقى لابسة حاجة ملونة من تحت، تمام، فيبقى عايزه الموضوع فوق حاجه متناسق. سيده. تمام. طيب انا بقى عايزه يعني ايه ادي لنفسي طول او اظهر طويله، سواء ان انا رفيعه او كيرفي، ايه اللي ممكن البسه يديني بصي، طول شويه؟ لو انت قصيره ما تلبسيش حاجات طويله، يعني ما تجيش ملبسش تلبسي تونيكات مثلا طويله. تونيكات لحد هنا وبعد كده تقولي اصل انا يعني بحب مؤثرني او طبعا. حد. ما هو انا عارفه انه في ناس بتلبس عشان محجبات، بس برضو انت ممكن تلبسي البنطلون واسع وكل واسع حاجه وعليه حاجة وعليه حاجه، طوله بس هنا معقول، كده، او يعني ما او تبقاش كارد مفتوح زي كده بالظبط مثلا. كده. يعني مثلا بنطلون واسع وعليه الكارد مفتوح، بس ما يكونش اللي هو لحد الارض. معدي الركبة او لا ده تمام بيأثر جدا يعني، ده عايز حد بقى طويل. طويل اصلا. ليه طول اصلا. أيوة. بس يعني طبعا الكعب مع القصيرين في واللبس كمان بيدي شكل حلو جدا يعني. طيب بس قولي لي يا سمر، انا شفت حاجه في لبسك ولسه كنت بكلمك عليها في اول الحلقه، ان اللبس متقفل حلو، يعني تمام. تقولي ده مكان، يعني انت لما كنت بتقولي ان ده تفصيل تمام. انا ما صدقتش بصراحه، لان تشوفيه لا مظبوط ده بالمسطره. طب تمام. ازاي يعني؟ قولي لنا بقى الحكايه بدات ازاي، او لو انت بتصممي انت كمان اللي بتفصلي الحاجه ولا حد بيساعدك ولا ايه؟ احكي لا لا، لنا بقى. هو انا بصي، انا بحب جدا ان انا اللي اصمم الحاجه. تمام. تمام. وفي بقى يعني تعتبر جارتي، هي طنط هويده، يعني اتفقت معاها قلت لها انا حابه مثلا لو انا حابه اطلع التصميم ده انا عايزه اعمله زيه بالظبط، تقدري تعمليه؟ قالت لي اقدر وكده، وهي بقى اللي بقت بتقفل، يعني انا اصمم الحاجه وهي تقفلها لي. بس تمام، يعني هي دلوقتي كمان ابتدت تعلمني، يعني الفضل ليها في الموضوع ده جدا والله. ما ابتدت شاء الله. تعلمني كمان ان انا افصل، يعني تقولي لا انت ما تقعديش تتفرجي، لا اقعدي بقى اعملي معايا. اشتغلي بإيدك بقى، ابدأي اقعدي اشتغلي بقى. بإيدك. ووريتني ازاي. انا اصلا اول مره كنت افصل او كده تقريبا من حوالي اسبوعين بس، يا من لكن قريب. لكن هي اللي بتقفل وكل حاجه وانا بصمم لها. احنا ما بنشكر شاء طبعا الله، طنط شكرا. هويدة بس هي على الهواء. ايوه، شفتي، بشكرها جدا والله طبعا. شكر خاص لطنط هويدة، ايوه شكر شكر جامد يعني. شفتي اهو على الهوا اهو. طب انا في حاجه برضو عايزه اتكلم عليها، انت قلت لنا قبل الهوا ان انت الجاكيت ده كنت جايباه ساده خالص، وانت اللي بداتي تعملي له بقى
الاشكال صح بصي هو كده، انا الاكسسوارز دي. بالظبط انا مش من هواة الحاجه اللي ساده وساكته كده، بحب الحاجه تبقى فيها روح يعني، بغيرها تماما بهجة. يعني. ده كان ساده فعلا خالص ما فيهوش اي حاجه، ابتديت بقى حطيت له الحاجات دي كلها وغيرت شكله خالص يعني، تشوفيه قبل وبعد حاجه، ده مختلف. حاجه وده حاجه خالص. فبحب كده، مش بحب اسيب الحاجه تبقى ساكته كده، بحبها ليها روح يعني. حلو قوي. لا وهو جميل ما وفعلا شاء انا الله. اكتشفت في يعني في الحاجات اللي احنا شفناها كلها، انا شفتها طبعا على الطبيعه كلها ليها لمسات يعني، حتى لو ساده ممكن لازم تعملها تاتش حزام. صغير. هو الحزام اللي السماوي زي مثلا الحاجه اللي نور لابساها. البلوزه اللي لابساها نور هي ما فيهاش اي حاجه، هي هو بس هاديه خالص. الشغل هو كله الحزام في الحزام. بالظبط، هو الحزام الحزام بس. هو اللي فيه كل حاجه يعتبر يعني. بحب ان انا برضو علشان اكسرها شويه ما ايوه تبقاش ساده خالص كده. السادة او في نفس الوقت مش زحمه قوي، تبقى بس بالظبط، حاجات كده بسيطة سيمبل، قوي. وفي نفس الوقت الحزام مديها شكل حلو. ما شاء الله الحزام في الوان كتير، ممكن متاح ان انت تلبسي كذا لون كذا طرحه، طرحة كذا ممكن طرحه بالظبط. الاوفايت، ممكن قولي لنا بقى ممكن نلبس ايه انت بصي اكتر. هو في الوانات بص كتير على جدا الحزام يعني، هو في وشوف كحلي، في اصفر، في صح. بينك، في كتير. كل الالوانات يعني، ما ينفع معاه اي لون، ما فيش اي مشكله يعني. اللي لابساها نور لايقه، لو لبست كحلي برضه هتليق، لو اوف ايوه وايت هتليق، فكل الالوان هتليق ما شاء الله، يعني يعني. متاح انك تلبسي اي لون طرحه عندك، بحب وزي ما ان انا بتقولي اعمل انت مش كده. متحدده بالالوان، وفعلا يمكن دي لا احلى حاجه وانت في سايبه شغلك. الالوان مفتوحه. بالظبط، وما بحبش اتحكم بخامه معينه يعني، مثلا اللي انت لابساه من فوق ترتري ومن تحت خامه عاديه خالص، ف يعني مش برسي على حاجه معينه، مش ماشيه على اسطمبه واحده يعني. هو ده قشر السمكه زي ما بيقولوا. اللي هو الماط يعتبر عجبني قوي التصميم، ان قشر السمكه مدور وانتي ايه يعني. هنا. في ربط بين الاثنين، في في ربط ربط. بين الاثنين فعلا، شكله شيك جدا، وانا مش مصدقه انه اتفصل صراحه. لا والله هو يعني، هو الفكره كلها انه برضه بترجع والله، هو في ناس على فكره اعتقد شغالين نفس مجالي كتير، بس الخامات مش بتكون يعني كويسه. انا ببقى يعني انا احس ان بشوف انت قوي بتهتمي حوار فعلا بالخامات، يعني لازم انت همك ان انت تبقى الخامه نفسها طبعا. كويسه، وبعد كده ابدا اشوف التصميم اللي انا هعمله عليها. في انا ناس فعلا بيهمني بتهتم جدا بس الخامات بالتصميم، يعني. لكن الخامات تلاقيها مش طب احنا قد كده عايزين خالص. بقى نقول للمشاهدين، انت اسعارك من انا كام كنت عايزه لكام؟ اسالها. طب اسالي السؤال ايوه وبعدين هو نفس حاسه السؤال السؤال من يعرف هنقطع فيها على يعني. بعض. ايوه طبعا كنت اسالها على الاسعار دي، اهم حاجه. في ناس كتير اصلا قلقانه من خايفه، موضوع بتخاف. الاسعار، خصوصا احنا طبعا في ازمه اصلا، الدنيا شويه بالظبط. مخنوقه. وطبعا البراندات زي ما انت عارفه بتبقى اسعارها كتير جدا. كتير فوق ال2000 مثلا. ف ايوه اخبار الاسعار معاكي ايه؟ لا خصوصا هي الماتيريال الاسعار كويسه، انا بسالك عشان خاطر الخامات بالظبط. نفسها اصلا انا شايفاها كويسه، ما هي فالخامه غاليه. هم الفكره كمان ان الصور على فكره بتظلم الحاجه جدا ده يعني، حقيقي. الصور بتخلي انت طبعا ما تعرفيش الخامه شكلها ايه ولا اي حاجه في الصوره، هي الصوره وفي ناس قدامك كتير كشكل بتخمم بس. مع انا اونلاين انا بسبب كده. بتكلم بحكم ان انا شفت الخامه نفسها ولابساها، فعشان كده بالظبط. بسالك. بص هي الاسعار عندي بتبتدي من 200 واعلى حاجه، اعلى حاجه ايوه 500. 500. طب والله مفيش حلو ده، اعلى من حلو كده جدا. يعني. مفيش اعلى من كده يعني. ال 500 دي كمان بتتحط على حاجات فعلا كلفتني جدا يعني، اللي هو بيكون بحط برضو مكسب هادي علشان الناس تقدر تشتري، بس هم عشان يبقى بيبقوا متاح للجميع. بيبقوا فاكرين برضو ان هو متكلف حاجة بسيطة. ده الكلام ده في الصورة، لكن في الحقيقة لما لما بيشوفوه بشوف على الطبيعة ببقى كذا عارف حد ان بيقول لي الخامة. انه الحقيقة غير الصورة خالص فعلا. بجد فعلا انا لما شفت الطقمة عندك ما حسيتش بجمالها الا لما شفتها على شفتيها على الحقيقة. الحقيقة. شفتها خامة كويسة، تقفيل كويس، بالظبط. اسعار كمان كويسة، ربنا يعني يخليك. انتي محققة المعادلة الصعبة في انك تعملي منتج كويس اسعاره كويسة وخامة كويسة، وده طبعا مش موجود يعني، يعتبر قليل لما بنلاقيه الايام دي. واحنا واخدين فكره عن التفصيل، انه يعني اي حد بيتكلم في موضوع التفصيل يقول لا 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 افصل، لا مش هتطلعها لي صح، هقول لك لا على مش حاجه، عارفه انا ايه. حد من الناس دي على فكره جدا، يعني انا انا بتخاف، كنت مش بتخاف من بميل التفصيل، للتفصيل خالص، بس انا احب بعشقه. اشوف الحاجه قدامي لا مثلا ما هتليق عليا ولا لا. بس اهو فعلا يعني انا ده اهو مفروض فصل اهو. من غير ما اعرف اي وانا حاجه بقول انا لك جايبها هو لك ده. كده. تعرف انت شفتي مقاساتك. الصوره، عرفتي فعلا المقاس، وعرفتي ايه اللي ممكن يمشي، يعني يمشي ايه معاكي. الستايل اللي يمشي كمان معاكي، ايه الالوان اللي ممكن بالظبط. تبقى ماشيه، القصه، كل ده انت عرفتيه عن طريق برضه هي بس صوره. انا يعني خلاص، هي دي وسبحان الله بالخبره اكتر. الخبره، الخبره ما انا بقولك بالنظر. بالخبره اكتر يعني، انت بتتعاملي مع ناس كتير طبعا، ف كذا حد يسالك مثلا سمر دي هتليق عليا، طب مش عارفه ايه، اقول لها دي دي لا، مش ان انا عايزه ابيع وخلاص، ده برضو مش بيفرق معايا خالص. ودي طب احسن الناس حاجه. بتقتنع يا سمر لو مثلا انا داخله عايزه الحته دي
وقلت لك عايزه دي، فانت يعني قلت لها لا دي مش هتمشي هقولك عليك. بيقتنعوا ازاي. بيقتنعوا عن طريق الجروب، لانه انا مثلا في اكتر من شخصيه بتشتري مني، فبينزلوا مثلا ريفيو سمر لا بجد الحاجه كويسه جدا، والخامات وزي ما انتم مثلا بتشكروا دلوقتي، هم برضو بيعملوا ريفيوهات على الجروب الثقة بقى بتيجي من هنا. بالظبط. وبعدين وفعلا انا عشان بقالي كتير، ففي ناس اصلا انا عارفاهم خلاص اوريدي، ممكن كل كوليكشن لازم يبقوا معايا في كل كوليكشن بياخدوا. بتتابعي بقى معاهم يعني مثلا خد الحاجة بتطمني بقى الاوردر انا خلاص وصل من كتر ما كويس. هم بياخدوا وواثقين في حاجتي، بقوا هم اللي يتصلوا بينا بيا مثلا، مرة الحاجة فعلا تحفة مش عارفة ايه، خلاص بقيت انا اللي بستنى ان هم يكلموني. ردهم، ما هو ده اللي بيدي ثقة بقى لحد جديد جاي لسه بيتعامل لأول مرة. انا بالظبط. بشوف الناس وفي ناس اتعاملت بتخاف ورأيهم طبعا، ايه. اللي هي الجديدة دي فعلا بيخافوا، بس مع المعاملة اول مرة هم اللي بعد كده بيبقوا عايزين يتعاملوا معايا تاني. فعلا لما سألتك امبارح انا قلت لك يا مورا الحاجة اللي ممكن تليق عليا، وكنت واثقة فيكي جدا، وقلت لك شوفي لنا الحاجة اللي ممكن تليق، وفعلا تاني يوم قالت القطعة دي هتليق على نور والقطعة دي هتليق على هاجر. لما حاولنا نبدل لا، حسيت ان لا. ايوه فعلا، لما هي قاست ده ما ايوه لا ما نفعتش، لا فعلا مفاش. عشان انتي يعني اقصر شوية، فابتديت بقى يعني باخد بالي من الحاجات ديت، دي بتليق ودي ما بتليقش كده، لا فبتيجي ما كده شاء فعلا. الله فعلا النظرة بتاعتك حلوة، يعني الخبرة ما انا باينة. بقول لك بالتعامل بقى، وزي ما انت قلتي الممارسة، الموضوع بيبقى بيختلف جامد. طيب قولي لنا بقى مين شجعك عشان توصلي اللي انت فيه ده، يعني اكيد في حد كده مديكي دفعة. هو اكيد ماما وبابا واخواتي طبعا واهلي، بس بصي انا اكتر حد صديق ليا في الدنيا هو بابا، يعني ربنا يخليه لك يا ربنا رب. يخليك. يعني عنده يعني باجي مثلا اقول له على الفكره اللي في دماغي في اي حاجه هعملها، اقعد معاه، احنا اصحاب جدا، اقول له بص انا عايزه بقى اعمل كذا كذا كذا، ايه رايك؟ يقول لي توكلي على الله. بس بقى ايه، بيشجعك. جدا بيشجعك على طول. يعني مش عنده كمان ان هو يعني هقول لك حاجه، ماما عندها شويه تقول لي بس يا سمر ممكن ممكن مثلا يحصل كذا، طب خلي وممكن بالك، طب تخسري وممكن ما ينجحش خوف او كده. المغامرة، خوف من ايوه هي المغامرة. بتخاف على يعني هي خايفه عليا، بس ايه ايوه. بابا لا عنده شويه ايه الشجاعه والقدره ان هو ايه، لا ادخلي في الموضوع والله حتى لو ما خسرتيش انت ما خسرتيش كسبتي حاجة الخبره يعني. بالظبط كده. فهو يعني ربنا يخليه لي دايما يعني في ظهري على طول في كل حاجه، يعني بروح كده اتكلم معاه الاول وبعد كده اشوف القصه ايه وبعد كده تمام. بس يعني طبعا انت بشكره شايفة. جدا هو وماما واخواتي ربنا يخليهم ليا يا يا رب رب يا دايما. رب. انت شايفة يا سمر ان ممكن مثلا لو في ولاد او كده او دراسة ممكن تعطل الست او البنت عن ان هي عايزة تحقق حاجة او شغلها، ولا لا عادي ده ملهمش علاقة؟ لا 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 انا لو شغاله وحابه شغلي تمام، بس انا برضو بيتي دي يعني لي عليا والد ولادي او دراستي او شغل. وولادي والكلام ده لا طبعا لازم لازم ان انا اوفق بين هنا وبين هنا، ما ينفعش ابقى مديه كل طاقتي في حاجه واحده، لان انا لو نجحت في حاجه هسقط في حاجه تانية، ما لازم ابقى عامله ينفعش. الحاجه اللي بحبها كمان. والست الناجحه بتبقى ناجحه في كل حاجه. طب انا صح. بقى عايزه زي ما باباكي بيديكي دفعه، انا عايزاكي انت بقى تدي دفعه للستات اللي للستات. بتشوفنا كلنا، ان اللي عايزه تبدا في مجال تشتغل وتحاول وتجرب وانها مش هتخسر. بصوا في هو ناس انا بتخاف من الخساره، بتخاف اصلا تغامر عشان ما حدش يتريق عليا، ما حدش يقول انت خسرتي، طب ما بصي كنتيش هو عملتي. التأنيب بتاع الاهل فعلا فعلا وحش جدا، انا صح معاكي فيه، صح انه مثلا تروحي تجيبي حاجة وتبقي هتبتدي فيها واهلك مثلا او جوزك او ايا كان مثلا يقولك على فكرة انت هتسقطي، انت خدتي فلوسي، انت مش عارفة ايه. لا انا شايفة ان ابتدي واعملي اللي انت عايزاه وما تخافيش، كل حاجة في أولها طبعا بتبتدي صغيرة صعبة. وبتكبر وبتبقى صعبة، مع الوقت ومع الممارسة هتعملي كل اللي انت عايزاه وهتحققي حلمك وهتعملي كل حاجة مستحيلة، بس مش بان انت تقعدي، اتحركي واعملي كل حاجة صح. يعني ما ببصش للفلوس في الاول يا سمر، يعني انا خالص الاول لا لا ببص على الحاجه اللي انا بحبها وهي خالص. اللي انا ابدا اشتغل فيها. انا بقولك انا بالنسبه لي ما بيفرقش معايا ان انا بيع، يعني انا عندي قطع مثلا في بنت تكلمني اقول لها يعني تقول لي مثلا دي هتيجي مقاسي، انا بالنسبه لي بكتب طول وعرض بالسنتي عشان ما حدش ايوه ما اقولهاش دقيقه مثلا قوي. جدا. فتقول لي مثلا طب دي يا مورا انا بالنسبه لي هي ممكن تقعد عندي بس ما ما ادهلهاش ادالهاش علشان وتبقى مش ابيعها حلوه وخلاص. عليها. صح. بالظبط صح. يعني انا بالنسبه لي ان هي تيجي مقاسك بقعد بقى اظبط معاها، طب هي هتيجي، طب لا انت كام وزنك، لا مش هتيجي، طب خدي حاجه تانية، طب شوفي دي. في ناس بتثق فيكي اللي هم طبعا عارفينك، وفي ناس تقولك لا لا خلاص طب بصي هشوف تاني ومش عارفه ايه، انت فاهمه اشوف طبعا. وارجع. فالموضوع بيبقى على حسب الشخصيه اللي قدامك برضو. انت فكرتيني بجملة دايما كنت بسمعها من حماية، كان يقعد يقول لي يفوز باللذاتي كل مغامر.
اه طبعا. يعني فكرتيني فعلا بالجمله دي، طبعا. انت غامرتي وكان في هدف جواكي عايزه تحققيه وصممتي عليه وفعلا الحمد حققتي. لله الحمد وبصراحه يعني بشكرك جدا على اللبس الجميل ربنا اللي انت يخليكي، والله دي جايبه حاجه النهارده. بسيطه جدا، وهو فعلا حلو عليكي ولايق عليكي جدا. انا لا مبسوطه انتي ما اصلا شاء ان هو الله حلو مهتمه، عليكي. يعني انا بحب الناس اللي بتهتم بالتفاصيل كمان، الفينش نفسه طالع مظبوط طالع كويس، اه هو حتى الحمد لله الاكسسوارز اللي انت ببقى بتحطيها مركزه حاجه قوي في سيمبل المواضيع دي. وبسيطه، مش بتدي يعني شكلها اوفر اه او انا شكلها بحب مش حلو. شويه، انا عارفه كويس جدا ان البراندات ليها ستايلات غير الحاجات المصري طبعا والشعبيه والكلام تبقى ده، دايما ذوقها ماشي الالوان بتبقى اه، الهاديه الباودر فبحاول كويس جدا اقرب من الصور معانا الموضوع اهي ده. تاني اه الصور بتاع التاني. اه وفي ناس طبعا بتبقى عايزه تلبس مختلف عن اي حد، يعني اللبس اه انا عايزه الدارج ما البسش حاجه زي كل الناس لابساها، اه اه وعايزه لا ما قطع هي انا مميزه. بالنسبه لي بحاول بقى اعمل كده، بحاول اخلي القطع يعني، في ناس مثلا تقولي طب ما ينفعش اللون ده، اقول لها لا ممكن اعمل لك اللون ده، اشوف لها مثلا لون تاني. ممكن بقى الحاجه الوحيده اللي بتواجهني مشكله في الموضوع ده انه يكون قطعه معينه بلون معين، احاول اقول لهم يا جماعه مثلا لو تعمل حاجة تانية مش لا هتبقى ممكن كويسة. القماشه دي ما تبقاش موجوده تاني يعني، خلاص خلصت مثلا ما تلاقيهاش تاني، تيجي تقولي لهم مثلا اعمل لكم موديل تاني بنفس الموديل بس هنغير الوان خايف. او كده، يخافوا ما يبقوا مثلا ايه عارفه يقولوا لك لا 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 احنا عايزينها يتردوا. بالظبط زي دي، طب ما هو ايوه ممكن تبقى احلى اصلا. ممكن تغيري في شكلها بالظبط وتديها لمسات تانية زي بالظبط اللي انت لابساه. اه بالظبط كلنا عارفين الجاكيت العادي الجينز اللي هو اه. السادة، ما تخيلتش ان انا اشوفه انا بالروعة فاكراه والجمال فعلا ده. جاي كده، او او انت انا عاملاه كده يعني، انت مصمماه جاهز كده، او لا اما شارياه زي ما هو جاهز. لا يعني هو ما انا كان اصلا ساده خالص، وبعدين قلت لا انا عايزه لا هسيبوش مسات ساده، بسيطة. اه انا لازم 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 احط لازم اللمسه اللمسة بتاعتي. بتاعتك. خلي بالك برضو الرسم فادك كتير في الموضوع ده. انا ما كنتش اصلا يعني في الدراسه عموما مش بحب الدراسه، بس ماما مثلا تدخل بتذاكري اقول لها اه اكون مخلصه 3 4 رسمات. ما شاء الله. فبحب جدا الرسم من حلو وانا صغيره يعني، والالوان كنت يعني لازم تبقى حاجه فيها مش بقول الوانات للناس كتير طبعا سيبوا مذاكرتكم يا جماعه. لا لا ولونوا، ها في ثانوية عامة مش بيمتحنوا يا بنقول كده. صور يا جماعه. لا لا والله هو انا بالنسبه لي هو ده مع ده طبعا يعني، في الاخر هتحققي اللي انت عايزاه، ما هو برضو لازم نذاكر علشان ندخل فنون نحقق حاجة جميله او احنا فنون عايزينها. تطبيقيه لو احنا صح. بنحب الرسم او الكلام ده. طب انت تنمية طموحاتك المهارات ايه؟ والمواهب انا عايزاكي بقى تقولي انت طموحاتك ايه، او نفسك توصلي لايه، ايه اعلى حاجة نفسك توصلي لها؟ إيه. بصي اعلى حاجه نفسي اوصل لها نفسي اكون عندي براند باسمي يعني، ده حلمي يعني ان انا اكون عندي براند كده وبيكون باسم انا، تمام. وكل التصميمات اللي فيه بقى تكون معموله كده بمزاج زي ما بيقولوا يعني، تكون حاجتي انا وما اكونش معتمده على حد، تكون حاجه يعني كلها باسمي كده وربنا بس يكرم ان انتي شاء الله. الكولكشن اللي على الجروب عندك كله انتي، كله اه اه هو حاجتك كله انتي. انا، بس انا بفكر ان انا اعمل توسعي اه على اعمل بقى اكبر. براند باسمي يعني. تمام. بس تقولي ايه بقى للبنات اللي هم مثلا بيحبوا يلبسوا فساتين بس، او بيحبوا يلبسوا جيب بس، او بيحبوا يلبسوا بناطيل واسعة بس، او تلاقيهم مكررين من نفس اللبس بس لا ده مش صح، بنفس الالوان. دايما يقولوا لك اعملي نيو لوك، غيري من نفسك يعني، مثلا شوفي تقول لك ده جربي انا وشوفي ايه جوزي اللي هيليق مضايقني عليكي. وبيفضل يقول لي انت على طول شكلك مش عارفه ايه انت مش شايفه. لا هي انا خايفة تجرب، في لا، ناس كتير بتخاف تجرب تقول لك اصل انا جسمي بيليق في الفساتين، هي اصل انا ممكن جسمي اصلا بيليق تنزل في لو البناطيل. نزلت حتى براند مثلا ممكن تدخل البروفه وتاخد معاها 10 قطع وتقعد تقيس ده تشوف على ايه ده، اللي هيمشي ممكن في عليها. الاخر تلاقي نفسها لا عليها حاجه هي مش متخيلها اصلا يعني. انا مش رايي خالص ان انا لابسه فساتين فعلى طول فساتين، بناطيل يبقى على طول بناطيل، لا يعني انا ما أغير. بلاقش في الجيب مثلا، بس انا بقول لا انا دلوقتي عايزه البس جيب والبس عليها بلاوز كده بسيطه وما اعرفش، الموضوع سهل يعني أغير. ما حجمش نفسي في حاجه واحده. بتهيالي التفصيل سهل ده كتير على الناس، يعني لو واحدة مثلا ما بتحبش تلبس الفساتين وتفصل لها فستان مظبوط عليها يعني. لا الوقت خلص الوقت اه اللي خلص للأسف، بس ردي عليها. لا أكيد طبعا اتفضلي. احنا عايزين نعرف، تمام. عايزين نقول. هو لا هو اتفضلي. بالنسبة لها لا عادي، هي تتعامل براحتها خالص، الموضوع مش ان انا احجم نفسي في حاجة يعني انت مع معينة التغيير ومع التجربة. طبعا. تمام. انا مفيش بشكرك اي يا سمر، مشكلة، ربنا يخليك، وبشكرك اتبسطت ان انت جدا ان انا فعلا يعني معاكي، نورتينا وشرفتينا النهارده ربنا وقبلتي يخليك. دعوتنا ونورتينا بجد، اتبسطت تسلم، كمان ربنا يخليك، يعني بمقابلتك، واتبسطت بشغلك واتبسطت بيكي كشخصية كمان، ربنا يخليك نورتينا يا نور، جدا، وان تسلمي شاء يا الله رب، تبقى في حلقات تانية مع بعض ونتكلم بقى اكتر. بإذن الله يا حبيبتي إن نورتينا شاء جدا الله. يا سمر. ماشي يا حبيبتي، شكرا يا هاجر. عفوا. واشكركم مشاهدينا، باي وان باي. شاء الله نقابلكم في حلقة جديدة من سحر الهوانم. اشوفكم على خير.